السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنوجه تحياتي للجميع. اليوم فيديو جديد، وموضوعنا اليوم على عملة إيطالية قديمة وذات قيمة كبيرة. اليوم جبت لكم 7 ديال القطع النقدية، منها الذهبي ومنها الفضي. اللي عنده في حال هذه القطع النقدية أو لا صدفها يعرف القيمة ديالها، يعني في آخر الفيديو غادي تلقاو جميع المعلومات على عدد منين تصنعات، الثمن والوزن. وردوا بالكم راه هذه القطع النقديه يعني تعرضت للتزوير، وجميع القطع النقديه اللي كتكون ذات قيمه كبيره وكتكون نادره كتعرض للتزوير. وكاينه 3 طرق باش تقدروا تعرفوا العمله واش اصليه او لا غير اصليه. الطريقه الاولى وهي الوزن، يعني الوزن خصو يكون مطابق على الوزن ديال القطعه هذه اللي ذكرنا. كيكون واحد الاختلاف بسيط، لان يعني العمله الا تداولت او لا تصابت بخدوشات يعني ان الوزن ديالها كيقل واحد شويه او لا كيزيد، يعني بواحد النسبه قليله. المعلومه الثانيه وهي المعدن، يعني ماش مصنوعه هذه العمله هذه، يعني الا كانت من الذهب فالمزورين كيعملوا واحد النسبه قليله ديال الذهب، مثلا 10% او 5% ديال الذهب فقط، انما المعدن الاخر فهو كيكون واحد المعدن يعني بسيط ورخيص. المعلومة الثالثة وهي الطباعة، يعني الطباعة العملة كتكون بواحد الجودة عالية، هذه العملة الأصلية، إنما العملة اللي كتكون مزورة فكتكون الطباعة ديال ديك العملة يعني هذه بواحد كتكون بواحد الجودة رديئة. هادشي اللي كاين، ردوا بالكم بزاف إخواني أخواتي، وكنتمنى تستافدوا من هذه المعلومات هادو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. وما تنسوش آخر الفيديو راه فيه جميع المعلومات على هذه القطع النقدية، وبالتوفيق للجميع مرة أخرى. Thank you.